حلقة جديدة النهاردة، فيديو جديد عن الأبراج. والنهاردة موضوع الحلقة مطلوب مني، يعني أنا عملته بناء على طلب ناس كتيرة قوي طلبوا مني نتكلم عن إيه أهم مميزات برج العذراء، وسبيشالي في الارتباط، يعني ليه لازم ترتبط بحد من برج العذراء، إيه الحاجات اللي أنت هتحسها لما ترتبط من حد من برج العذراء. قبل ما ابتدي في الفيديو ياريت تعملوا لايك للفيديو عشان اللايك بتاعك مهم جدا جدا في دعم القناة، وياريت تشتركوا في القناة لو لسه ما اشتركتوش. بليز كمان أنتوا تعملوا لي فولو على الانستجرام وعلى الفيسبوك على رشا مراد بالعربي بالانجلش، رشا مراد، مراد MURAD. تعالوا نتكلم النهاردة عن برج العذراء الترابي، وإيه أهم مميزات برج العذراء اللي بتميزه عن كل الأبراج التانية، والحاجات اللي بتخليه attractive، يعني بتخليه جذاب، بتخلي أي حد يعني يتمنى أو هيبقى يكون مبسوط جدا لما يرتبط ببرج العذراء. لو أنتوا من برج العذراء بتفرجوا على الفيديو لحد الآخر، لو تعرف حد برج العذراء اعملوا له شير بليز. المايك عشان صوتي يكون واضح أكتر، فياريت نتفرج عليه تقولوا لي صوتي واضح ولا لأ دلوقتي. اكتر الحاجات اللي بتميز برج العذراء ان هو برج صريح، يعني انت ما تخافش من برج العذراء، اعرف وتاكد ان اللي هو بيقوله لك في وشك هو اللي بيقوله من وراك، يعني هو برج مش منافق اطلاقا، ما بيعرفش ينافق اصلا لان هو صريح زياده عن اللزوم، اللي في قلبه على لسانه ما بيعرفش يحور، ما بيعرفش يزوق كلامه. هي عيب، هي ميزه وعيب، هي ميزه عشان هو انا مش عارفه اظبط الكاميرا. مميزات برج العذراء زي ما قلت ان هو تلقائي جدا، تلقائي يعني عفوي قوي، ما بيزوقش كلامه، ما بيعرفش يزوق كلامه، فتحس ان هو يعني اللي في قلبه على لسانه، لما بيحس حاجه بيقولها. فبرج العذراء لما يجي يشتمك او لما يجي يحاربك، لما يجي وجهك في وشك، ما بيعرفش يضرب من تحت الحزام، لا هيجي يخبطك في وشك وانت واقف كده مش مصدق الكلام اللي هو بيقوله لك، لان هو بيقول الحقيقه، يعني هو بيقول لك مشاعره، يعني بيقول لك كل حاجه هو حاسسها وكل حاجه هو شايفها في وشك. ما بيعرفش برج العذراء ان هو يتكلم على حد من ظهره، بالعكس هو مش برج خاين، يعني هو يعني اعرف ان انت لو ليك صديق برج العذراء تاكد 1000000% ان هو شخص وافي بالنسبه لك، يعني ان هو زي ما بيتكلم عنك من ورا ظهرك هو الكلام اللي بيقوله لك او النصايح اللي بيقولها لك في وشك. قولوا لي يا جماعه صحيح الكلام ده بيتطبق معاك عذراء، او لو تعرف حد عذراء ولا لا. انا عايزه اظبط الكاميرا. تاني ميزه مهمه جدا عن برج العذراء ان برج العذراء دقيق الملاحظه قوي، يعني شاطر لما بيعرف يعمل، لما بيعمل حاجه بيحب يعملها على اكمل وجه، هو بيرفكشن لافر، هي بيرفكشن لافر، او ان هو بيحب كل حاجه بيرفكت، دي عيب ان هو محب للحاجه كامله، بس هي ميزه في نفس الوقت، او الحاجه اللي بتخليها ميزه ان هو لما بيجي يعمل حاجه بيحاول ان هي يخليها بيرفكت، يحاول ان هو يخليها يعني يخليها متقنه جدا، فبيعرف يتقن عمله، بيعرف يتقن شغله، فتحس ان هو شاطر في شغله وشاطر في اي حاجه بيعملها، لان هو بيحب التحدي، ما بيحبش يفشل، بيعشق النجاح. فعشان كده برج العذراء من الابراج اللي تلاقيها لما تحطها في ميشن او لو تحطها تحت مسؤوليه بيسد جدا في المسؤوليه، لان هو ما بيحبش يفشل، ما بيحبش ان هو يتقال عليه ان هو شخص فاشل، ما بيحبش ان هو يعني يضيع فرصه، فبالتالي هتحس ان هو بيبذل مجهود مش طبيعي، علشان يعني بيبذل جهد كبير جدا وبيبذل مجهود كبير جدا علشان يوصل لاعلى درجه ممكن تتخيلها، عنده الستاندرز بتاعته عاليه قوي، حتى ايفن في تقييماته في حياته عنده المعايير بتاعته عاليه جدا، فبالتالي لما بيجي يعمل شغلانه بيحاول ان هو يعملها بيرفكت، بيحاول ان هو يعملها على احسن ما يكون علشان هو متعود في حياته على كده، فبالتالي لو انت طلبت منه طلب او جه يعمل لك حاجه هيفكر في كل تفاصيلها، هيفكر فيها من كل الجوانب، فتحس ان هو ازاي عملها كده، فهو شاطر جدا ان هو ينجز حاجات صعبه، يعتمد عليه، شخص يعتمد عليه بجد، شخص ان انت تقدر تقول الله ده هو ممكن يبقى، يعني لو طلبت منه اي حاجه في الدنيا بيعرف يتحمل مسؤوليه. برج العذراء شخص بيعرف جدا ان هو يتحمل مسؤوليات، بيعرف جدا ان هو يشيل مسؤوليه، يعني هو شخص بيشيل مسؤوليه قويه جدا يعني. وستات برج العذراء دايما يقولوا عليها ان هي ست ب 100 راجل، ست بتعرف يعني بتعرف ازاي تشيل مسؤوليه، تعرف تشيل مسؤوليه بيت كامل، تعرف تدعك، تعرف ان انت يعني تستحمل، ناس بتستحمل. هو برج صبور جدا على فكره، ودي ميزه كمان ان هو شخص بيصبر، شخص مش بييأس بسهوله، بالعكس هو شخص اعتقد رجاله وستات مثابرين لاقصى درجه، يمكن ستات برج العذراء اكثر صبرا، بس الرجاله كمان مثابرين جدا، بيستحملوا يعني بيقاوموا
اقصى درجات المقاومه، يعني دايما تحس ان هو يعني بيبذلوا اقصى درجه ممكن تتخيلوها في حياتهم عشان خاطر يوصلوا هدفهم. ناس طموحه جدا، العذراء برج طموح، عارف هو عايز ايه في حياته، عنده احلام، عنده اهداف، عنده طموحات، عنده هدف في حياته. يعني دايما تحس ان برج العذراء في حاجه في شغله تفكيره، في هدف، في حاجه بيجري وراها، في حاجه عايز يوصل لها. هو مش شخص هوجائي عشوائي، لا هو عنده هدف بيسعى اليه وبيحاول ان هو بكل ما اوتى من قوه بكل الامكانيات اللي قدامه ان هو يوصل اللي هو عايزه. برضو من اهم مميزات برج العذراء ان هو مش بيأس بسهولة، يعني صعب ييأس، تحس انه كده ان هو بيقع ويقوم تاني، يقع ويقوم تاني، فهو مقاوم كده مثابر يعني. فهو مش من النوع اللي بيأس بسهولة، مش من النوع اللي بيستسلم بسهولة، يعني هو مش من الاشخاص اللي سهل انها تستسلم اطلاقا، مش بيحب الاستسلام وبيكره ان هو يقول عليه ان هو يعني استسلم. فتحس ان هو لو في معركة او في مواجهة او في منافسة بيبقى قدها قوي، مش بيحب يستسلم، مش بيحب هو مش سهل اطلاقا، مش سهل اطلاقا ان هو يستسلم يقول خلاص انا كفيت او انا خلاص تعبت. مش بيتعب بسهولة، نفسه طويل جدا جدا في المواجهات والشغل. برج العذراء كمان برج قلبه طيب جدا، قلبه طيب بالغصب عن اي حد في الدنيا، عشان في ناس تقعد يقولوا لي برج العذراء مش طيب، لا برج العذراء قلبه طيب جدا، شخص حنين قوي قوي، شخص عطوف، بس هو بيبان ان هو قاسي الملامح. للاسف ان هو بيدي امبريشن ان هو شخص قاسي، لان برج العذراء مش من الابراج اللي بتعرف تبين مشاعرها، يعني مش شخص بيعرف يبين، مش شخص بيعرف يتكلم كويس، فبالتالي بيتظلم شوية. بس هو حد يعني قلبه أبيض. أتحديكم إن أنتوا تقابلوا حد برج العذراء مش طيب، هو ممكن يكون قاسي شوية، فعشان كده الناس مش بتاخد بالها إن هو طيب في الآخر، يعني شوية قاسي، لأن هو بالنوع ما بيفكرش بعواطفه قد ما بيفكر، يعني مش بيفكر بمشاعره، مش بيفكر بعواطفه، بيفكر بعقله أكتر. فهو شخص يعني عقلاني جدا، يعني عقله هو اللي بيتحكم فيه، بتحس إن هو كل حاجة عنده عقل. يعني هو برج بيهتم جدا بتحقيق أهداف مادية، تحس إنه عنده دايما عايز، مش عايز يعتمد على حد، يعني برج العذراء ما بحبش يعتمد على حد، فبالتالي هو بيتعب علشان يشتغل ويجيب فلوس. فبالتالي ناس كثيرة جدا تتهم برج العذراء إنه هو مادي، مع إن برج العذراء مش مادي ولا حاجة، بس هو بيعتمد على نفسه، بيعتمد على نفسه، بيحبش يعتمد على حد. برج العذراء بيحب يعتمد على نفسه فقط لا غير، فبالتالي بيبذل مجهود كبير قوي علشان يعني يوصل للفلوس اللي هو عايزها او الطموح اللي هو عايزه او الاهداف اللي هو عايزها، وما بيحبش يطلب حاجه من حد. يعني العذراء مش من النوع اللي بيطلب من حد، هو بيحب يبقى وان مان شو او وان وومن شو، هم بيعملوا كل حاجه ومش عايزين اي حاجه من اي حد، يعني فاهمين. عشان هي بصراحه وجعتني وتعبتني، يعني اتمنى ان الصوت يكون واضح. يعني من اكتر الميزات برضو اللي بحبها في برج العذراء ان هو استغفر الله العظيم يا رب، ان هو عايز اقول بقى الموضوع ان هو شخص مادي. يعني هو برج العذراء بيتعب عشان يوصل اللي هو عايزه، بيتعب، بيبدا من تحت الصفر، فبالتالي بيبقى حاسس قوي بقيمه الفلوس اللي هو تعب فيها واللي هو عملها، فبالتالي بتحس ان هو بيعرف وبيصرف فلوسه فين، عنده بلانس في المصاريف. بس هو برج كريم جدا، برج خير، بيحب الخير، يعشق فعل الخير. يعني برج العذراء من اكتر الابراج اللي بتحب تقدم مساعدات للناس، تحب تعمل مساعدات خيريه، يحبوا ان هم يخلوا الناس مبسوطه سعيده، يعني بيعشقوا ان هم يكونوا سبب في سعاده الناس، يعني دي حاجه بتبسطهم جدا. فدايما برج العذراء انا بعتبره من اكثر الابراج حبا لتقديم المساعدات للغير. هو برج الحوت على فكره كده، من اكثر الابراج طيبه، من اكثر الابراج عفويه. هو شخص في الاخر هتحس ان هو عفوي، هو عنده عيوب كتيره جدا، بس المميزات اللي بقولها دي انا متاكده منها بنسبه 100%. على فكره يا جماعه، واتحدى اي حد في الدنيا يقول لي انا قابلت عذراء مش فيه الكلام ده، بس بمصداقيه، يعني هيقول الكلام ده بمصداقيه وبحق. يعني برج، فاي حد هتقابله من برج العذراء اعرف ان هو شخص قلبه ابيض، شخص طيب القلب جدا، شخص متسامح مع نفسه، شخص عارف هو عايز ايه، يعني شخص طموح، شخص ناجح. يعني دايما هتلاقوا ناس بتوع برج العذراء ناس ناجحه، لان هي بتحط هدف، بتفضل تجري وتتعب عشان توصل لهدفها ده. برج العذراء كمان من الابراج اللي دمها خفيف، يعني انت لو تعرفت عليه
في البدايه مش هيبقى بيتكلم معاك لان هو بيتكسف، يعني برج العذراء شخص بيتكسف، شخص مش بيجح خالص على فكره، بس هو يعني ستيب باي ستيب لما يبدا يعرفك اكتر هتحس انه بيهزر معاك كتير، دمه خفيف، متعدد المواهب يا جماعه، يعني عنده مواهب كتير، تحس انه بيفهم في كذا حاجه، مطلع، مثقف، ذكي جدا جدا. برج العذراء من اكثر الابراج ذكاء، مخه نظيف، برج ذكي، عنده ذكاء اجتماعي وذكاء تحليلي، بيعرف يحلل كويس قوي قوي. يعني برج العذراء ده ينفع يشتغل محقق، ينفع يشتغل حاجه قانونيه لانه بياخد باله من التفاصيل، بيعرف يراقب، بيعرف يحقق كويس قوي قوي قوي. برج العذراء من الابراج الرومانسيه جدا على فكره لما بتحب بجد، بس رومانسيتها مش كلام، يعني هو مش برج لما بيحب بجد مش بيبقى رومانسي كلام خالص، لا هو بيبقى رومانسي افعال. فعنده يعني ركز كده مع حد انت بتحب برج العذراء تلاقيه بيعمل لك كل حاجه انت عايزها، بيتمنى لك الرضا ترضى، بس مع ذلك مش بيقول لك كلام حلو، مش بيعرف يقول كلام حلو، يعني دي مش حاجه هو بيعرف يعملها، بس بيعرف ازاي يساعدك، يعرف ازاي يخليك مبسوط، يعرف ازاي يحسسك بالامان معاه. اما ان هو يكون بيعرف يعني يقول لك كلام حلو، لا هو فاشل في الكلام الحلو، مش 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 طليقه اللسان، يعني لا ما بيعرفش يقول كلام حلو. برج العذراء برضو انا قلت ان هو عنده ذكاء، برضو دي حاجة قلتها. متألق، برج العذراء بيهتم جدا بشكله، بيهتم بلبسه، بيهتم بمظهره، بيهتم جدا جدا بنظافته، لان موضوع النظافة بالنسبة له وسواس قهري. يعني انا لا، العذراء يهتم قوي بريحته، بشكله، بنظافته، بستايل بتاعه، بشكله. فدايما هتلاقي الناس بتوع برج العذراء يبانوا اصغر من سنهم بكتير، لان هم متالقين، بيهتموا بصحتهم، بيهتموا بكل حاجه صحيه، بيركزوا في الحاجات الهيلثي ونوت هيلثي، ما بيحبوش الحاجات المضره، ما بيحبوش الحاجات اللي ممكن تضرهم. فبالتالي تحس ان هو شخص عايش لايف ستايل مظبوط صحي، بيعرف يلبس كويس قوي قوي، لو راجل او امراه بيهتم بشعره، بيهتم بصحته، يعني عايز دايما يكون شكله حلو. فتحس دايما الناس اللي هتقابلهم برج العذراء بيلبسوا حلو وجسمهم حلو، لان هم بيهتموا جدا بالحاجات دي. يعني ده من بعض صفاتنا يا جماعه، بس يعني فبما ان انا عذراء بقى، ومش بقولك الصفات والمميزات دي عشان هي موجوده فيا واقسم بالله بقولها عشان دي حقيقه، هتصدقوني او مش هتصدقوني. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، الفيديو ده بناء على طلب بنوته، هي تبقى اخت واخده صاحبتي اسمها رهف، هي سوريه، فشكرا يا رهف، اديني عملت لك الفيديو عشان تبعتيها يعني الخطيبك عشان يعرف مميزاتك ويعرف ان هو محظوظ ان هو ارتبط بيك. بشكركم، بتمنى لكم ان شاء الله باذن الله ويك اند سعيده وجمعه مباركه، اشوفكم فيديو تاني. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو عشان اللايك بتاعكم مهم جدا جدا لدعم القناه، اعملوا شير كتير كتير لاي حد تعرفوه من برج العذراء او مرتبط بحد من برج العذراء. بليز كمان اكتبوا لي في التعليقات الكلام ده متفق معاك ولا لا، هسيب لكم فيديوهات هنا حلوه قوي اتفرجوا عليها، وكمان اكتبوا لي انتوا اتفرجوا عليها من فين وانتوا برج ايه وايه تعليقكم الكلام ده موجود فيكم ولا لا كعذراء. بحبكم جدا يا برج العذراء عشان انا منكم وانا حامي حما.